حالة من التخبط لا تنتهي في الإسماعيلي. اليوم يرحل المدرب الرابع عن الفريق في أقل من 8 شهور. يا عيني على جماهير الدراويش. من طلعت يوسف الى اخوان براون مرورا بحمد ابراهيم واخيرا حمزه الجمل، يوم بعد يوم ومعاناه الاسماعيلي مستمره. اسماعيلي رضا وشحته وابو جريشه وعبد رب وحمص بيعاني ولا احد يبالي. تخبط اداري واخطاء بالجمله في القرارات والنتيجه فريق مش قادر يحافظ على مدرب اكتر من شهرين. مين قال ان الظروف دي تخلي اي مدرب ينجح؟ مين قال ان كده الاسماعيلي ممكن يتخطى الموقف الصعب في الدوري السنه دي؟ ده لو ابناء الاسماعيلي واللي بيديروا النادي قاصدين ان الفريق يبقى في المأزق ده مش هيعرفوا يعملوا كده. نادي بيمشي مدرب كل شهرين، ده لو موظف رايح شركه بيدوا له 3 شهور على الاقل اختبار. هو في كده؟